يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا، حياكم الله معانا في حلقة جديدة ومتجددة نطلع عليكم فيها من خلال شاشة تلفزيون دولة الكويت وتحديدا القناة الرياضية الثالثة وبرنامج سبورت أكاديمي. هذا البرنامج المختص بالعلوم الرياضية والأكاديمية مع أناس مختصين واختصاصيين في مجال العلوم الرياضية والأكاديمية. اليوم معي الأستاذ محمد العلي أخصائي تغذية رياضية ليحدثنا عن أنواع الألياف الرياضية والعضلية، أو خلي كلمنا هو أكثر عن الموضوع هذا من بعد الترحيب بالأستاذ محمد العلي. حياك الله معي أستاذ محمد، سعادة بهذا التواصل معك ونشكر لك بالتأكيد قبولك الدعوة. حياك الله وأشكركم على الدعوة مرة ثانية وثالثة، وأيضاً مسي عليك ومسي على السادة مشاهد. مسيك مثل السادة. اليوم عندنا موضوع العضلات وأنواع الألياف العضلية. خلينا نتكلم بداية ما هي أنواع الألياف العضلية وأنواعها. نعم. شو بشكل عام العضلات هي اللي تحرك الإنسان وهي تخليه عنده حركة. تنقسم العضلات إلى ثلاث عضلات رئيسية أو أنواع رئيسية. النوع الأول عضلات القلبية، هي عضلات القلب. وهي عضلات لا إرادية ما نستطيع نتحكم فيها. النوع الثاني من العضلات عضلات الملساء، هي عضلات الموجودة في المعدة، عضلات الكلية، العضلات الأمعاء، هذه أيضا عضلات تسمى عضلات الملساء وأيضا لا إرادية. النوع الثالث وهو اللي بنتكلم عنه أو اللي بنخصص فيه هي عضلات الهيكلية اللي ترتبط في العظام. وهي هاي العضلات اللي هي اللي الإنسان يستطيع أن يتحكم فيها، ومن خلالها يتم الطاقة وإنتاج الطاقة. وتشكيل الجسم. أحسنت. وتعطي من خلال اسمها سكيلت المسل أو العضلات الهيكلية. طيب بس هذه خلينا نتكلم عن أنواع الألياف العضلية وأبرز الاختلافات فيما بينها. بشكل عام تنقسم الألياف العضلية إلى ثلاث أنواع. مثل ما أنت عارف العضلة تتكون من حزم عضلية. الحزم العضلية تتكون من ليفة عضلية. الليفة العضلية تتكون من داخل من بروتين المايوسين والأكتين، هذين هم اللي يسببون الحركة. الألياف العضلية النوع الأول هو اللي يسمى الألياف العضلية البطيئة، بطيئة الحركة. وتكون لونها أحمر. لما تشوفها داخل الميكروسكوب لونها أحمر، هذا والسبب ان لونها احمر يكون فيها كميه اكسجين دم عاليه، وبالتالي كميه اكسجين عاليه. ايضا تمتاز انه يكون فيها الميتوكوندريا بشكل اكبر. وبالتالي تنتج طاقه بشكل اكثر. واستشفائها يكون اسرع. فهذا النوع الاول من الليفه العضليه. النوع الثاني او يسمى التايب 2، هذا النوع الثاني هو الالياف العضليه المتوسطه الانقباض. يكون لونها اقل احمرارا. تستخدم النوعين من الطاقه. النوع احنا قلنا الاولى في تستخدم الاكسجين كمصدر الطاقه. النوع الثاني تستخدم الاكسجين والجلوكوز كمصدر للطاقه. هذا النوع ايضا متوسطه الانقباض، متوسطه الاستشفاء. النوع الثالث الالياف العضليه السريعه الانقباض او التايب 2B يسمونها. هذه تكون مائلة للون الأبيض أو يسمون العضلات البيضاء، الألياف البيضاء. تكون مصدر أساسي للطاقة فيها الجلوكوز. وهي الاستشفاء عندها جدا بطيء، والطاقة فيها جدا سريعة. يعني من خلال 10 إلى 15 ثانية تخلص الطاقة عندك. طيب أستاذ، عملية العمر في هذا الأمر هل تختلف من الـ من الـ من الـ الطفل أو الشاب دون 16 أو 15 سنة، ما بين الشاب ما بين المتقدم في العمر؟ تختلف هذه الأمور ولا هي موحدة في جميع الأعمار؟ بشكل عام جسم الإنسان يعتمد تركيبة ألياف العضلية على حسب جيناته. طبعاً لازم ننبه أن الألياف العضلية الثلاثة موجودة بكل إنسان، موجودة في كل العضلات. لكن نسبتها تختلف على اختلاف جيناتك. لذلك أنت ما تستطيع أنك أنت تختار أنواع الألياف العضلية عندك. كل انسان فينا، عشان نشوف واحد متميز في الجري، واحد متميز في رفع الاثقال، انت وجيناته. هو جيناته تصب في انواع الالياف العضليه. لذلك تشوف ان الالياف العضليه تختلف من شخص لشخص اختلاف جيناته. طيب خلينا نتكلم عن تاثير الالياف العضليه على الاداء الرياضي، وهل يختلف هذا التاثير اذا كان هذا رياضي محترف او رياضي هاوي؟ بشكل عام الاختلاف بين المحترف والهاوي يعتبر اختلاف في الاداء والتمرين، وليس خلينا نوقف عند الاداء والتمرين. خلنا ناخذ معك فاصل قصير ومعاكم مشاهدينا نطلع فاصل قصير ونكمل حوارنا مع الاستاذ محمد العلي اخصائي في التغذيه الرياضيه ومدى تاثير الالياف العضليه على الاداء الرياضي. و
ورجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وهو حوارنا مع الأستاذ محمد العلي أخصائي في التغذية الرياضية. وكان قبل الفاصل مدى تأثير الألياف العضلية على أداء الرياضي، سواء هذا الرياضي كان محترف أو رياضي هاوي، وهل تختلف هذه أو تختلف هذه التأثيرات، تأثير الألياف العضلية على أداء الرياضي؟ فأستاذ محمد، هل تختلف ما بين الرياضي المحترف ورياضي الهاوي في عملية الألياف العضلية؟ نعم، بشكل عام الاختلاف بين المحترف الهاوي هو مدة التمرين، شدة التمرين، الهدف. لكن الألياف العضلية نفسها موجودة في كل الأشخاص، كل إنسان. لكن اللي يختلف بين الرياضي والهاوي وطريقة تدريب هذه أو تمرين هذه الألياف، بحيث أنها تصب لمصلحة أدائه. لذلك جدا مهم إحنا كمثلا أولياء أمور أو كمؤسسات مختصة في التدريب أو كأشخاص أو كأندية، إن إحنا نكتشف طبيعة الألياف الموجودة عند الناشئين الصغار، عشان نوجهه حق الرياضة اللي تناسب وضع الرياضي. فإذا كان الشخص هذا في الألياف العضلية مثلا بطيئة الانقباض اللي هي تتحمل الأكسجين، فممكن يكون عداء أفضل من أن يكون مثلا لاعب قوة انفجارية، والعكس بالتالي. الحين عندنا مثل هذه الأمور في العلوم الرياضية التقنية، أنه ممكن أكتشف من عمر صغير بالنسبة للرياضي وين وجهه من خلال الألياف العضلية، سواء كان جري، سواء كان كمال أجسام، سواء كان سباحة. نعم، يعني هو الحين يعني في الكويت وفي مؤسسات في الوطن العربي، أنا ما طلعت كثير على هذه الأمور، أو أنا ما شفت أنه في مختبرات خاصة. لكن في الجامعات في دول الغرب، يعني أنا شفت وحضرت أنه كان عند في مقاييس تقيس مدى قوة ألياف العضلية ومدى نوعها من خلال الأجهزة الدقيقة وكذي. فممكن أن احنا يصير في بالمستقبل مؤسسات خاصة طبية رياضية حق هذه الأمور. الرياضة أصبحت عندهم مو مجرد رياضة، أصبحت صناعة عندهم. الرياضة تطور، قياس لتطور الأمم حاليا، يعني أصبحت صناعة. بالتأكيد أصبحت صناعة يعني توازي جميع الصناعات الأخرى الآن بالنسبة للرياضة. يعني طيب أستاذ محمد، خلينا نتكلم عن كونك مختص في هذا المجال، كيف لي أنا كرياضي أحافظ على الألياف العضلية وأطورها من خلال أداء الرياضي؟ نعم، شو بشكل عام الألياف العضلية ترتبط في العضلات، يعني نعم، كثير ما أنت وصلت لمرحلة الفشل العضلي في الجسم، يعني أنه خلاص تعبت، معناته أنك أنت مرنت جميع الألياف العضلية. جسم الإنسان سبحان الله يستخدم خاصية اسمها الهينمنز، هذه خاصية تدرج في استخدام الألياف العضلية. أنت لما تشيل قوطي كلينكس غير لما تشيل جنطة غير لما تشيل الثقل. فالجسم لما تمسك قوطي الكلينكس ما يحتاج يستخدم كل ألياف العضلية، يستخدم الجهد اللي مبذول منه فقط. بعدين إذا أنت استخدمت الدامبل وتعبت، معناته أنت استخدمت كل ألياف العضلية. لذلك أنت جدا مهم أنت أثناء التمرين. أنك أنت إحنا نسميها نمزق الألياف العضلية، أو نسميها أن إحنا نوصل مرحلة الاستشفاء، مرحلة الهدم العضلي. وبعد التمرين ناكل عدل، يصير عندنا بناء عضلي. فأنت تمزق الألياف من خلال يسمونها الأشياء مسل تيرز، بعدين تبني العضل. نصيحة أنت حاب تقدمها من خلال هذه الحلقة وبرنامج سبورت أكاديمي، يعني إحنا داخلين على عطلة صيفية، شبابنا أكيد بيتوجهون إلى كثير من الأندية وبشكل سريع، لأن الشباب يقولوا لي الوقت أدركنا، نصيحة حاب تقدمها؟ نعم، بشكل عام أنت كولي أمر، أنت المكشاف الأول لابنك، لولدك. بعدين شفت أنت ولدك في سرعة، في قوة، تقدر توجه حق الرياضة تناسب لعبته. أنا الحين ما أقدر نحطك بجهاز ونقيس ألياف العضلية ونقيسها، لكن أنت كناظر لابنك وكناظر لجيلك أمر تدري تشوف ولدك فيه سرعة، فهو معناته عنده ألياف السريعة الانقباض موجودة. تشوف ولدك فيه بطء، معناته يمكن عنده قوة انفجارية. فبشكل عام أنت محتاج أنك أنت تكون كشاف على ولدك عشان توجهه صح للمستقبل حق رياضة تناسبه. نتمنى من خلال هذه الحلقة كثير من أولياء الأمور استفادوا منها، واستفدت منك أنا بشكل شخصي. فكل الشكر للأستاذ محمد العلي الأخصائي في التغذية الرياضية، وشكر لك أستاذ على تواجدك معي في حلقة اليوم، أسعدتني وشرفتني بالتأكيد. أشكركم على الاستضافة ومشكوري معك. شكرا لك أستاذ، وشكر لكم وصول مشاهدينا. كان هذا كل شيء في حلقة اليوم من نصائح رياضية في برنامج سبورت أكاديمي. نلقاكم إن شاء الله في حلقات أخرى جديدة ونصائح رياضية جديدة وأخرى. إلى ذلك الحين طبتم، وإلى اللقاء.